أطلق ولن وتفادت الرد. كيف ترى الرئيس قيس سعيد يشعر بعد هذا القرار من القضاء الإداري وماذا بعد؟ يشعر ويحترم آليات الديمقراطية. لا أعتقد أن المسألة مسألة عاطفية، هذه مؤسسات قائمة، وكما قلت سيأتي برلمان، وهذا البرلمان سيعارض أو جزء منه سيعارض الرئيس قيس سعيد، وستأتي انتخابات رئاسية قادمة. فإن أقنع الرئيس قيس سعيد الشعب التونسي سيعيد انتخابه، إن لم يقنعه لن يعيد انتخابه. أنا أقول الديمقراطية في تونس أفضل بكثير بكثير من يحاول أن يعطيها دروس، وحتى أمريكا التي لحد الآن دونالد ترامب يقول الانتخابات الأمريكية مزورة مزورة مزورة. شكرا لك دكتور رياض، معنا كثيرين سيطرحون أسئلة حول هذه الملاحظات. رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف، وأشكر أيضا من تونس العربية.